به احنا قلنا ها وعليش التونس ما يروحوش لتونس؟ اعطيني انت قدش عندك هنا؟ عندي 22 سنه. ايوه علاش ما روحتش وما عادش تروح؟ خاطر التذكره غاليه برشا، 2000 يورو في اربعه من الناس ياسر يطلعوا 6 ملايين واش توانسة اللي عاد باش القائم قصوا بها ما احنا التذكره واش نروحوا لتونس ونزيدوا المصروف نتاع تونس. بون نصرفوا في تونس حتى مروحين باش نتفردوا وندخلوا في الفلوس لتونس، وواحد يصرف حتى 10 ملايين لكن يصرفهم على روحه نتاع شهر باش نخلصوا 2000 يورو نتاع تساكر. وين تساكر وين هذه؟ تونس خاطر ما تساعدناش احنا بالاخص المعيشه في فينيسيا، ما تساعدناش نروحوا على اليطاليا. اليطاليا تاخذ التذكره ارخص حكايه صوغو اقل، ما ناخذ التذكره نهبطوا في روما نبقوا نستناو 6-7 سوايع باش معناها نخسروا من الفاكونس نهارين، نهار مشي ونهار مروح، ما يساعدش بالاخص واحد كذا كان باش يروح يعمل كان جوغ برك كان جوغ يخسر منهم جا نهارين شبقى في تونس بقى حد شيء مش مع جاي يوصل يسلم على العباد ويعاود يروح مره اخرى. قداش عندك ما روحتش؟ طبعا بقي عامي. اي ونفس السبب بالطبيعه مش خاطر الورا. نحن نروحوا لتونس نحبوا ندخلوا فلوس لتونس ونحبوا نتفرهدوا في تونس ونصرفوا خاطرنا نصرفوا مش نمشي نروحوا نعدوا الفاكونس ما بين الدار والفامي بارك معناها نتاع فاكونس واحد مروح بعد عام كامل باش يعمل فاكونس في تونس. باش واحد يخلص زاد 2000 يورو تسكر حتى من الصغار كيف بنتي عمرها 10 سنين تخلص 500 يورو تسكر نتاع الطياره كاسحه شوي على ساعه من زمان على ساعه من زمان اللي في الشتاء 250 ب 180 في الشتاء معناها 180 200 250. انا عندي بابا وما يعيشوا معايا لهنا نقصوا لهم 3 مرات في العام يروحوا لتونس. في الشتاء تساعدني خاطر 250 ومن بعد في الصيف تولي لي 500 يورو على الراس ما بينهم هما ما بيني انا راجلي وولادي معناها تولي 6 من الناس جي كاسحة شوية معناها واحد يولي ما عادش يروح لتونس يمشي بلاد اخرى يعمل فيها فاكونس. وين بلادنا؟ مثلا السنه مشيت لتروبان في ايطاليا، عم مشيت لندرا، نمشي لبلاد اخرين بلايص اخرين ما نمشيش لتونس. يو بلادك خلوها كيكا ينقصونا في الاسعار باش احنا نجمو نروحوا خاطر جا احنا نهبطوا في الديفيز ونصرفوا فيه غاديكا نزيدوا نقصوا تسكر غاليين ياسر. تو نفس الكلام بريسك قاعد نسمع فيه من المهاجرين الكل. الكلنا بالاخص في فينيسيا جماعه ميلانو يمكن روما عندهم الطيارات اكثر منا احنا. احنا مثلا هنا بتونس عندنا في الصيف مرتين 3 مرات في الجمعه وفي الشتاء مرتين برك في الجمعه ما اكثرش منهم هما. واذا كان معناها كي باش تاخذ التذكره نتاعك جا ديما اش بيك نحس فيك سامحني في الكلمه كل حزينه هكا تحب تروح لبلادك؟ طبيعه نحب نروح، شكون ما يحبش يروح لبلاده؟ انا قبل بقيت 7 سنين ما روحتش لتونس، 7 سنين كاملين ما روحتش لتونس. نسمى فورتوناتا معناها عندي زهره على خاطر عندي الحاج والحاجه معايا، اخواتي عايشين معايا، عندي عمي معناها نستاهل شويه برك. مي طويكا مع الكبر واحد ما يمشي ويكبر زاد مش نبقوا ديما صغار نو مع الكبر واحد يستحق هكا باش يروح لبلاده شويه ويعدي الفاكونس. مثلا انا ميت جدتي ما نجمش نروح لتونس، التذكره ب 300 يورو اذا كان باش نروح على نهارين ونعاود نرجع ما وعلى اليطاليا مش حتى على تونس ما تساعدنيش. خلينا من الكلام الكل تعز عليك بلادك وتونس. بالطبيعة تعز علينا. أنا حتى كي نبدا لهنا ديما باتصال بتونس بالفامي بالأصحاب ديما نتصل بهم، عندي كونتاكت أنا في نكمل الخدمة نتاعي لازم باش نكلم من خالتي في الليل شنيا أحوالك شنيا الجو فما في تونس فماش ديما أنا عندي كونتاكت كبير برشا في تونس. أنا رئيس جديد تو في تونس. إي من المدعمين نتاعو. ما صارليش الشرف باش ننتخب على خاطر القنصلية التونسية وقت اللي كلمتهم قلت لهم وين نجموا نمشوا ننتخبوا احنا من جماعة فينيسيا، جوابهم مشني مقيدة في الانتخابات. انا عندي باسبور تونسي بطاقة تعريف تونسية علاش يلزمني ندخل للسيت ونقيد ونعمل نورمالمون تونسية؟ ايه نمشي نقيد نمشي ما اتصلوش بيكم تبعنا قنصلية انت ميلانو ما انتخبتش في حتى انتخابات
عندك سي قيس سعيد هو الرئيس الجديد توا جو جديد داخل في تونس ان شاء الله ان شاء الله. اش تقول له؟ اش توجه النداء نتاعك رئيس الجمهوريه التونسيه الجديد اش تقول له؟ ماذا بيا يساعدوا شويه الشباب نتاع تونس. بون انا كي دخلت لتالي ما دخلتش حارقه، دخلت اموري واضحه، طبيعي عندي الجنسيه الطليانيه وجنسيتي التونسيه بالطبيعه. نحب ماذا بيا ما نشوفوش الشباب اللي قاعدين يحرقوا اللي قاعدين يموتوا، واحد يوجع قلبه ويشوف الحكايه هذيك، يحلوا شويه كالبيبان للشباب، خاطر باش يبقاو في القهاوي باش ياخذوا المصروف من عند بابا وماما نورمالمون يعملوا لهم هكا بلايص وين ينجموا يخدموا فيهم يساعدوهم شويه، اللي مش وقاري يعاونوه، اللي لو باش يخدم يعاونوه في الخدمه، يشجعوا مثلا يعطوهم هما المصروف يعملوا لهم حاجه باش ينجموا ياخذوا منهم حتى تنظيف الشوارع، علاش لا؟ وللشباب زاد يلزمهم يتعاونوا شويه مع الحاكم وينحوا البراكاجات، خاطر نسمع فما برشا براكاجات والعباد تولي خايفه ما عادش تخرج ما عادش. هيا سي القيدوم انت لهنا، شنو هو قلت لك تو المشكله في النقل المشكله في النقل التونسير بقينا نحن 5 سنين نشكو باش يحطوا لنا طياره جيل فيراتي. حطوها الطياره ولا تجي تخرج من البندقيه لتونس ديريكت، تجي 3 مرات في الجامعه. لكن كان بقينا مع ايطاليا نمشوا على روما وميلانو خي، كيفاش طياره تعمل روتار 12 ساعه و10 سوايع؟ مش نهار ومش مره، كل يوم لحد والاربعاء والجمعه روتار، اللي جايه من تونس روتار واللي خارجه من هنا روتار. معناها واحد وشنو؟ في الشتاء ب 150 وب 180، نحن ساعات نروح على 3 ايام، تلمهم ايامات الراحه 3 ايام، جمعه وسبت وحد، تروح الجمعه في العشيه، تقعد السبت الجمعه في الليل والسبت ولحد في مدارك، وتروح نهار لحد هكا ولا كي تضيعهم انت الايامات هذوك وتحط نهارين اخرين روتار نتاع الطياره مع الساعه. وفي الصيف ايش يعملوا؟ يحطوها ب 650 580 اورو اورو وانا زملائي فهمتني؟ زوز ملاي تو كي بعد احكي تحكي لك معناها مدام هنا قالت لك معناها 2000 اورو في 4 من الناس معناها هي ورجلها وزوز ولادها معناها 6 ملايين 6 ملايين واش توانسه؟ فهمتني؟ 6 ملايين توانسه تاع بياتات في جويله فهمتني؟ سي محمد تو انت هكا جيت زاير ها وجي هو فاكونس ها جيت فاكونس كي تسمع الكلام هذايا؟ والله انا قلبي يوجعني منكم صراحه، معناتها معاناه. انا بدي كي جيت المره هذه التونسير عملت روتار 9 غير 4 طياره نورمالمون، ركبنا ماضي ساعتين ونص طلع شيء. الحقيقه مشكله التونسير مشكله كبيره ياسر، وقلقت برشا العمالنا بالخارج في كل بقعة، حتى مش كانت في فينيسيا برك، في أي بقعة ولاو العباد هاربين، رغم اللي احنا نخيروا ديما التونسير خاطرها نتاعنا، ونقولوا ندعموها ونعاونوها ونمشيو كان فيها ونمشيو كان فيها، مي مالوريزمون قد ما تزيد قد ما قاعدة توخر قد ما قاعدة توخر. واضح. شو الميساج؟ احنا مشكلتنا لهنا اللي احنا نعيشوا في فينيسيا بعاد شويه على برشا بلايص اخرين وين عندهم مثلا في فرنسا، علاش عاملين الشاردان؟ في فرنسا يروحوا ب 100 اورو ب 150 اورو وب 50 اورو علاش احنا مثلا في جماعه فينيسيا ما يعملوناش نفس الحكايه؟ بول شاردير بول شاردير شاردير موجوده في البلايص الكل عالميا. انا باش نمشي لندرا خلصت 25 اورو باش نهبط لندرا الي وروتور البي تاعي باش نهبط لتونس 550 ياسر معناها لندرا 25 اورو في الطياره في الطياره الي وروتور 25 اورو 25 اورو الي وروتور لتونس 550 حطوا 20 ساعه روتار 10 ماشي و10 جاي. انا السنة حبيت نروح لتونس في موان دو اوت مشيت سالت على التذكره 700 اورو التذكره على الراس 700 اورو 700 اورو على الراس التذكره وينجموا يرجعوا بالتوالي يشوفوا انا قايد على انترنت مكتوب كل شيء معناها مش 700 اورو باش يروح لتونس 700 اورو مش معناها راهو ما عندناش الحمد لله، ما علاش نخلص في التذكره على الساعه باش نوصل لبلادي؟ ما هكا ولا لا؟ ايوا نورمالمون ينقصونا اي باش قول لهم تو العائله نتاعك عائلتي ايه ان شاء الله بقدر ربي كان نقصوا في التذاكر يمكن نعمل تبع في جانفي سينو نقابلوا عام الجاي في اوت يعطيك الصحة. ميرسي.